سلام شباب، اليوم راح نتكلم عن طريقة تشغيل الـ MP3 والميدي في جهاز الكورج 600. طبعا الكورج كله بنفس الطريقة، بتروح على سونج بلاي، تختار منها، تطلع على القائمة فوق، تختار من هون، بتشوف وين مخزن عندك، إما على USB أو على الديسك، تحدد، تعمل سيلكت، وبتنزل تحت هون بتشغل. وهون بتوقفوا هاي ملفات الـ MP3، طبعا بشغل معك الـ MP3 والميدي. بدي اشغل ملف ميدي، نفس الشي، بريح سونج بلاي، بطلع على سونج بلاي هون الشاشة، بشوف وين مخزن عندي ميدي، أنا حاطه على الديسك، بختار الديسك، بعمل تحديد، تحت سيلكت، وبنزل تحت بلاي. هون بوقف. طبعا هذا ملف ميدي. الملف MP3 نفس الشي، بتروح على سونج بلاي، تختار وين مخزنه، مثلا مخزنه على USB، بختار USB، بشوف انا وين مخزنه عندي، بعمل له اوبن الملف. طبعا بشغل معك ايقاعات واغاني اي نوع MP3، بحدد عليه، بنزل سيلكت، وبنزل تحت هون انت تشغيل. طبعا بإمكانك تعزف معه. وبهي الطريقة ممكن نشغل ملفات الـ MP3 وملفات الميدي، بسموها سكونسرات. يعطيكم العافية.